أخ يسأل عن حكم قرض من بنك يسمي نفسه إسلامياً، فهو يقول أنا سأبيع لك أخشاباً، ويقول إنك تقدر تأخذ تستلمها ويبيعها لك ويأخذ حكم الفائدة. هذا السؤال، لكن إذا كان يقصد ما يسمى ببيع المواعدة الذي يسميه الناس الآن، يسمونه لا مو التورق، مرابحة، يسمونه الآن مرابحة، وهو بالشرع يسمى بيع المواعدة. بيع المواعدة، يقول اشتر لي هذه السيارة وأنا سأشتريها منك مقسطة بسعر زائد، أو اشتر لي هذا البيت ب500,000 وأنا سأشتريه منك ب600,000 مقسطا، يسمونه بيع المواعدة، يعني يواعده أن يشتري منه بعد أن يشتري هذا البيت، يسمونه الآن بيع المرابحة. والصحيح أن اسمه بيع المواعدة، يعني وعده أن يشتري منه ذلك البيت إذا اشتراه هو من ماله. والذي عليه أكثر أهل العلم أن الأصل في البيوع الحل والإباحة والجواز، فمثل هذه المعاملة جائزة، لكن المشكلة أن البعض يعني لا يؤديها أداء صحيحا، ممكن يبيع قبل أن يشتري، وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك، فلا يجوز له أن يبيع قبل أن يشتري، لكن إذا اشترى ثم باع فلا بأس في ذلك، والله أعلم.